لعملية إنشاء ملف شيب فايل نذهب إلى الأرك كتالوج، بعد ذلك نذهب إلى الملف الذي نريد أن ننشئ عليه الشيب فايل، ننقر بزر الفأرة الأيمن نيو شيب فايل. عن طريق هذه النافذة نقوم بتسمية الشيب فايل وليكن سيتي، ونختار نوع الشيب فايل إما نقطة أو خط أو شكل، وعن طريق الأمر Edit يمكننا أن نعرف نظام الإحداثيات للشيب فايل عن طريق النقر على الأمر Select. نختار إما Geographic Coordinate Systems أو Projected Coordinate Systems.